يعني انا لسه كل ما اقرا قصه جواز زينب بنت نبي من العاصب وربيع ما اقدرش استوعبها. راح لابوها طلب ايديها، ابوها قال له استنى لما استاذنها. يروح النبي يسالها ابن خالتك عايز يتجوزك موافقه؟ فيحمر وجهها وتبتسم وتجوزته. بعدين يحصل مشكله كبيره، ابوها يبقى نبي وجوزها كان مسافر ويرجع من سفره يلاقيها اسلمت، فتقول له عندي ليك خبر عظيم، يقوم سايبها وماشي. فتستغرب وتقول له ابويا بقى نبي وانا اسلمت، فيقول لها كنت عرفيني الاول. قالت له ما كنت لاكذب ابي وما كان ابي كذابا، فيقول لها اما انا لا احب الناس ان يقولوا خذل قومه وكفر بابائه ارضاء لزوجتي، وما ابك بمتهم، بس في نفس الوقت ما عمش فيه. وقال لها في الاخر فهلا عذرتي وقدرتي؟ فبكل ادب واحترام قالت له ومن يعذر ان لم اعذر انا، ولكن انا زوجتك وعينك على الحق حتى تقدر عليه، انا هفضل جنبك مش هسيبك لحد ما توصل للحق. وفضل على كفره، واسياد قريش عمال يضغطوا عليه ويخيروا يتجوز اي واحده تانيه عشان يكسر ابوها، وهو يرفض ويفضل جنبها مع انه مختلف معاها ومع ابوها اختلاف عقائدي. وبعدين جت الهجره فتروح تقول لابوها النبي اتاذن لي ان ابقى مع زوجي؟ فيأذن لها النبي يقول لها ابقي مع زوجك واولادك. وفضلت بمكة لحد ما حصلت غزوة بدر، ويخرج جوزها للحرب في صفوف جيش قريش، جوزها بيحارب أبوها، فتبكي وتقول اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي، ولازم حد من الاثنين هيخسر. ويخرج جوزها ويشارك في غزوة بدر وتنتهي المعركة وهو أسير. فتسأل وماذا فعل أبيه؟ فيقولها انتصر المسلمون، فتسجد شكرا لله، ثم تسأل وماذا فعل زوجي؟ أهم حاجة أبوها، بعدين جوزها. وماذا فعل زوجي؟ فيقولها أسروا. فقالت أبعت فداء لزوجي، أنا هفتديه. وما كانش معاها حاجة أصلا تفتدي بجوزها، فتعمل إيه؟ تخلع العقد اللي كانت أمها السيدة خديجة أهدته لها، وتبعت العقد مع أخو جوزها لأبوها عشان قدر تفتدي بجوزها. النبي كان قاعد بيتلقى الفدية وبيطلق الأسرة، فلما شاف العقد عرف على طول إن هو عقد السيدة خديجة، فقال هذا فداء من؟ قالوا هذا فداء أبو العاص بن ربيع. فيبكي النبي ويقول هذا عقد خديجة، ويقوم قايم ويقول لهم أيها الناس إن هذا الرجل ماذا ممناه سهرا؟ فهلا فككت أسره؟ هو الرسول، هو اللي ماسك كل حاجة، هو اللي بيدو أمر كله، ولكن إلا أن يستأذنهم ويأخذ رأيهم. وهلا قبلت أن تردوا إليها عقدها؟ يعني هيفك أسره ومن غير مقابل. فقالوا نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي العقد وقال له قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. وبعدين حط إيده على كتفه وقال له هل لك أن أساررك؟ ممكن أتكلم معك لوحدنا؟ وأخذ لوحده وقال له يا أبا العاص إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهل رددت إليها ابنتي؟ تعتقد واحد كافر ومش راضي يؤمن بالنبي ولا راضي يؤمن بأبو زوجته، وفي الحالة دي كان ممكن يقوله لا وهحرق قلبك على بنتك ومش هتشوفها في يوم. بس أبو العاص بن ربيع قال له نعم، مرضاش يسلم ومرضاش يحتفظ بزينب، قال له خد بنتك تخلى عنها للمرة التانية. وخرجت زينب بتستقبل أبو العاص على أبواب مكة، فأول ما شافها قال لها إني راحل. قالت له إلى أين؟ أما صدقت قابلتك؟ قال لها لست أنا الذي سيرحل، ولكن أنت سترحلين مع أبيك. فقالت لما؟ فقال للتفريق بيني وبينك فارجعي إلى أبي. فقالت له فهل لك إلى أن ترافقني وتسلم؟ تعال معايا واسلم. راح قال لها لا، لتاني مرة يسيبها، لتاني مرة يتخلى عنها. وطبعا ما كانش ينفع تقعد معاه، فأخذت ابنها وبنتها ورجعت للمدينة. وبدأ الخطاب يتقدموا لخطبتها على مدار 6 سنين، وكانت دايما بترفض على أمل إن هي هترجع لجوزها. وبعد 6 سنين يخرج أبو العاص في قافلة من مكة إلى الشام، وهو في الطريق بيلتقي بسرية من الصحابة ويقدر إن هو يهرب منهم ويوصل لبيت السيدة زينب، فيطرق الباب قبل أذان الفجر مباشرة. فهي بتفتح الباب لقت زوجها، عشان أنت مسلمة أخيرا؟ فراح قال لها بل جئت هاربا يا خيبة أملها. فقالت له لتالت مرة فهل لك أن تسلم؟ يقول لها لا، لتالت مرة. مع إن هو هربان ومفيش مكان يروح فيه كان ممكن يكتب عليها ولا هسلم 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 عشان تخبيه، لا بس هو كان فضل ثابت على مبدأ. فراحت قالت له لا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد ما النبي أم المسلمين في صلاة الفجر لقوا صوت جاي من آخر المسجد وحد بيقول قد أجرت أبو العاص بن الربيع، قد أجرت أبو العاص بن الربيع. لك كسفت بقى ان هي تقف قدام ابوها ولا رئيس الدوله وفي حضور الناس وكل الكلام ده كله، وقفت تدافع عن جوزها. فقال النبي هل سمعتم ما سمعتوا سمعين لنا سموه ده؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقالت زينب يا رسول الله ان بعد فابن الخاله وان قرب فابو الولد.
وقد أجرته يا رسول الله، حتى لو سبنا وما أسلمش فهو من دمي ابن خالتي، ولو كان قريب فهو أبو ولادي وأنا بأجيره يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما زمنته سهرا، وإن هذا الرجل حدثني ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بيتي فهذا أحب إليه، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. لتاني مرة بيستأذنهم النبي وما فرضش عليهم حاجة، فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب، قد أجرنا من أجرت يا زينب. وراح لها النبي بتاعه وراح قال لها: يا زينب أكرمي مسواه، إنه ابن خالتك وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك. فعش ده يبقى جوزك أبدا دلوقتي، بس مش معنى أنه هو ما أسلمش وأنه هو مش جوزك إن إحنا نقطع فيه وننهش فيه، ده مهما كان قريبك وبولادك. فالسيدة زينب رحلت له: نعم يا رسول الله. أنا فيه طبعا مش هيقرأ. ودخلت البيت وقالت لأبو العاص بن الربيع: يا أبا العاص، الكلمة بقى اللي توجع القلب، يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ أهان هن عليك للدرجة دي؟ هل لك أن تسلم وتبقى معنا؟ فللمرة الرابعة يقول لها: لا، هن عليك. وأخذ ماله وعاد لمكة، وأول ما وصل مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقى لكم شيء؟ قالوا: جزاك الله خيرا ووفيت وأحسنت الوفاء. فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخل المدينة فجأة وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبعدين أول حاجة قالها له بعد الشهادة: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ ايه ده؟ انت ما نسيتهاش؟ انت اربع مرات كسرت قلبها وسبتها وما نسيتهاش؟ هل يا نوراج يا زينب؟ فاخذوا النبي وقال له: تعالى معايا. وراح خبط على باب السيده زينب وقال لها: يا زينب، ان ابن خالتك جاء لي اليوم يستاذني ان يراجعك، فهل تقبلي؟ ده سؤال. فاحمر وجهها وابتسمت. يعني هو ايه التقبل والوفاء والحب ده؟ بجد مش قادره اتخيله. تخيل لو القصه دي حدثت في زماننا دلوقتي، وصحبات ستنا زينب عرفوا اللي عمله ابو العاص، وانه سابها رغم ان هي قالت له: اهان عليك فراقنا. والله لكل واحده كانت سخنتها وقالت لها: بقى اللي بعيد بعيد، ده ما يستاهلش ضفرك، ايه القساوه دي تستحملي كل ده ليه؟ ما حدش جبرك على كده، اللي ما يحطكيش كحل في عينك ما تلبسوش شراب في رجلك، وغيرها من النصائح اللي ظاهرها التعاطف والحب وباطنها الله اعلم. وبعدين ارجع افكر في ستنا زينب وسبب تمسكها كل ده بابو العاص، فما لاقيش ولا مصدر ساكر السبب، ومفيش معلومات متوفره عن صفات ابو العاص اللي تخليها تحبه كل الوفاء ده. بس السبب اللي ببحث عنه هو من امتى الحب اصلا بيتقاس باسباب. وبالمناسبه ماتت السيده زينب بعد مراجعتها بسنه، فبكاها ابو العاص بكاء شديدا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدت اطيق الدنيا بغير زينب، ما عدت اطيق الدنيا بغير زينب. ومات ابو العاص بعدها بسنه، يا دوبك هم قعدوا سنه مع بعض بعد فراسة سنوات. من اعظم قصص الحب في التاريخ، واسال الله انه ما يفرقش من اي اتنين متحابين. وفي نهايه الحلقه احب اذكركم بحمله التبرعات السنه دي اللي هدفها توفير 3000 وجبه ساخنه لاخواتنا اللاجئين والمحاصرين. اتبرع ولو بدولار واحد وقرش على قرش هيعمل فرق كبير، وان شاء الله نوصل لهدفنا قريبا وندخل السعاده على قلب اخواتنا. كنت معاكم اسماء الشريف، والى اللقاء في حلقه قريبه. سلام عليكم.